صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ احنا اشتقنا لكم كتير كتير. زي ما تعودنا دايما نحكي مع بعض ايام الاسبوع السبعة. يلا يا حلوين. نتعرف اليوم على حرفنا الجديد. حرفنا الجديد اسمه ضاد، صوته اض. اسمه ضاد، صوته اض. الضفدع، الضفدع. خلينا مع بعض نتفرج على الفيديو. مع سوبر جميل، يا ترى من سيفوز اليوم؟ حرف الضاد يتقدم. الفائز هو حرف الضاد. ضاد ضاد ضاد. ضفدع، ضاد. ضفدع، ضاد. ضفدع. ضرس، ضاد. ضرس، ضاد. ضرس. ضبع، ضاد. ضبع، ضاد. ضبع. ضابط، ضاد. ضابط، ضاد. ضابط. ضاد، حرف الضاد. وهلا يا حلوين بدنا نتعلم مع بعض كيف نكتب حرف الضاد. حرف الضاد بيجي شكلين. حرف الضاد بأول الكلمة بنطلع الطلعة وبننزلها وبنعمل لها سن صغير وبنمد ايدها وعلى راسها نقطة. كمان مرة بنطلع الطلعة وبننزلها وبنعمل لها سن صغير وبنمد ايدها. ضاد بأول الكلمة، ضاد بآخر الكلمة. نطلع الطلعة وبننزلها وبنعمل لها صحن كبير تحت السطر ونقطع راسها. كمان مرة نطلع الطلعة وبننزلها وبنعمل لها صحن كبير تحت السطر ونقطع على راسها. وهلأ يا حلوين بعد ما عرفنا كيف نكتب حرف الضاد بأول الكلمة وآخر الكلمة بدنا نربط حرف الضاد بحروف المد الطويلة. نتذكر مع بعض حروف المد الطويل. آ أو إي. آ أو إي. هلأ مع بعض رح نتعلم كيف نكتب حرف الضاد مع حروف المد الطويل. حلوين رح نتعلم مع بعض كيف نكتب حرف الضاد مع حروف المد الطويل. نطلع الطلعة وبننزلها ومنعمل لها سن صغير ومنمد ايدها وما ننسى النقطة على راسها ومنضيف حرف الآ. ضا، ضا. حرف ضاد أول الكلمة ونعمل لها سن ومنمد ايدها ومنضيف حرف الأو. ضو، ضو. حرف الضاد أول الكلمة ونعمل لها سن ومنمد إيدها وما ننسى النقطة وحرف الإي بآخر الكلمة. ضي، ضي. ضا، ضو، ضي. ضا، ضو، ضي. وهلأ يا حلوين بدنا نتعرف على كلمات
فيها حرف الضاد. أول صورة عنا ضوء، ضوء حرف الضاد أول الكلمة. بيض، بيض حرف الضاد بآخر الكلمة. ضفدع، ضفدع حرف الضاد بأول الكلمة. وهلأ يا حلوين بدنا نتعلم مع بعض كيف نكتب كلمة ضوء، ضوء. هلأ يا حلوين رح نتعلم مع بعض كيف نكتب كلمة ضوء. حرف الضاد بأول الكلمة، نعمل لسان صغير ومنمد ايده ومنحط نقطة على راسه، نضيف حرف الأو، ضو. بعدين منضيف الهمزة، صحن للماما ومنضحك على البابا. كمان مرة حرف الضاد بأول الكلمة، منطلع الطلعة وبننزلها وبنعمل لها سن ومنمد ايدها وعلى راسها نقطة. بعدين منضيف حرف الأو، ضو. بعدين منضيف الهمزة، صحن للماما ومنضحك على البابا. إن شاء الله يا حلوين تكونوا استفدتوا.